السؤال الثالث يقول السائل الكريم عندي أسئلة بشأن رصيد الادخار إيه الموضوع؟ الحكومة الكندية تساهم بمبلغ لدراسة الجامعة للأطفال لكن يجب أن يكون هناك رصيد ادخار في البنك يعني حساب استثماري مش حساب جاري طب لو كان لدينا رصيد ادخار وبنتفادى الربا ونهديه لمن لديهم خصاصة فقر إن شاء الله على التعبير الراقي هذا هل يجوز ذلك نقول يا عبد الله الاصل هو عدم الدخول في الحسابات الاستثماريه التي تنشئ وتغل فوائد ربويه لكن اذا تعين انشاء هذا الحساب سبيلا وحيدا للحصول على الاعانه الحكوميه لدراسه الاطفال فأرجو أن حرج في في فتحه وتخلص من الربا أو الفوائد بتوجيهها إلى المصارف العامة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار مماثل ومشابه في حسابات التقاعد الاختيارية رخص فيها على ما يشوبها من شوائب الربا وغيره مع التخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعه اذا تعينت سبيلا الى الحصول على المبالغ التي تشارك بها الحكومه في هذه الحسابات لأن عدم الدخول في هذا النوع من الحسابات يعني خسارة المبلغ الممنوح من جهة العمل والذي يماثل المبلغ المستقطع من راتبه أو حتى ضعفه كما تعني أو كما يعني زيادة نسبة الضريبة لأن الجهات الحكومية تخفف نسبة الضرائب على الذين يشتركون في هذه الحسابات جاء في قرار المجمع اذا تعينت المشاركه في هذه الحسابات الاختياريه سبيلا الى الحصول على الهبات الممنوحه من جهه العمل وتوقي زياده نسبه الضريبه وخساره فرص الاستثمار لتدبير الامور في الكبر فلا باس بهذه المشاركه لمسيس الحاجه الى ذلك لتامين عجز الشيخوخه وقله الموارد حينئذ على المشارك في هذه الحسابات الاختياريه ان يجتهد وسعه في توجيه استثمار هذه الارصده الى الاستثمارات المشروعه في الجمله، وان يستعين في ذلك بالمؤسسات الماليه الاستشاريه التي تقدم خدمات ارشاديه ولديها القدره على التمييز بين الطيب منها والخبيث. للعامل الحق فيما استقطع منه، المبلغ اللي استقطع منك، وفيما وهب لك من جهاتي. العمل وفي عوائد استثمارات التي وجهت لاستثمارات مشروعه بلا نزاع، لكن يبقى النظر في عوائد استثمار هذه الارصده في استثمارات مختلطه او محرمه، ثم قال القرار في النهايه: ينبغي للعامل ان يتخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعه عند قبضه بعد التعاقد آه بعد التقاعد وذلك بتوجيهه الى المصارف العامه ويرجى ان يثاب على ذلك ثواب العفه عن الحرام. ثم قال: وهو نفسه عند الحاجه والفاقه احد هذه المصارف. طبعا عندما جا نقول له تخلص كان هو في حاله من البؤس والفقر والضنك الشديد والمال بيده. طب يتوجه به وهو في يده الى محتاج وهو امس حاجه زي النبي صلى الله عليه وسلم قال شخص لما قال له خذ هذا التمر واطعم به قالوا على مين ما بين لابتيها من هو افقر مني قال خذ واطعم به اهلك او خذه واطعمه اهلك صلوات ربي وسلامه عليه